احنا قدومنا لمحافظة الناصرية اليوم كان جزء من مهام عملنا للتفقد دائرة السياحة في الناصرية والتأكد من القيام بمهامها بشكل صحيح، خصوصا مثل ما تفضلت انه هناك توقع لزيادة اعداد السائحين لزيارة مدينة أور الأثرية، ولذلك حرصنا أن نقوم بزيارة الموقع، موقع العمل لمدينة أور السياحية ولما وصلت إليه من تقدم في هذا العمل، للتأكد أنه لجاهزية هذا المرفق للمستقبل لاستيعاب أعداد أكبر للسائحين. الأمور جيدة، العمل ماضي بشكل صحيح، نتوقع أنه يكون هناك إنجاز خلال سنة، لذا نتوقع هناك سائحين للسياحة الحج المسيحي، نتوقع هناك حج مسيحي خلال سنة من الآن إن شاء الله. كيف تقيم واقع الخدمات السياحية في القرية؟ واقع الخدمات السياحية يحتاج إلى اهتمام أكبر وزيادة بالمرافق السياحية، خصوصا الفنادق المطاعم، لاستيعاب الأعداد من الزائرين السياح، خصوصا إذا تم استقبال سياحة دينية مسيحية في العام المقبل. نعم، تم تحديد هذه الاحتياجات، مثل لابد من وجود فنادق، نحتاج إلى غرف أكثر عدد من الفنادق السياحية الخمس نجوم والأربع نجوم، إضافة إلى النقل الجماعي، هناك حاجة كبيرة للنقل الجماعي، أكدنا على وحرصنا أنه يكون هناك المترو، إنشاء مشروع المترو في محافظة الناصرية، وهذا مهم جدا وتم إقراره والموافقة عليه، وأعتقد هناك يعني في طور التخطيط والدراسة والإحالة. تعاملنا جيد جدا مع الحكومة المحلية، والحكومة المحلية تعي أهمية السياحة في محافظة الناصرية، وهي المقصد أو المطلب الاقتصادي المستقبلي لهذه المحافظة.